ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بزاري مراسل عربية. أهلا بك ليث. هل يمكن أن تضعنا في الصورة؟ هناك تصريحات سياسية تتعلق بفتح الميناء والسماح بعبور الشاحنات بعد إجراء فحص طبي للسائقين تكون نتيجته سلبية بالطبع. هل يمكن أن تضعنا في التطورات؟ نعم رشا، بعد توقيع كل من بريطانيا وفرنسا أمس الثلاثاء بروتوكولا ينص على استئناف حركة المواصلات الجوية والبحرية وسكك الحديد بينهما اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء 23 من ديسمبر كانون أول الجاري، أي شخص يرغب في السفر من بريطانيا إلى فرنسا سيكون مضطرا لإجراء اختبار فحص كورونا 72 ساعة قبل السفر رشا. نعم. ولن يسمح لأي شخص بدخول الأراضي الفرنسية إن لم يقدم وثائق تثبت سلبية الفحص، كما سيتم إجراء اختبارات مماثلة تظهر نتائجها بسرعة لسائقي الشاحنات بغض النظر عن طول طوابير انتظار الشاحنات على الحدود بين البلدين. ومن المنتظر أن يعاد النظر في البروتوكول مرة جديدة في 31 من ديسمبر مع احتمال تمديد حتى 6 يناير كانون الثاني المقبل، كما سيسمح طبعا بإعادة فتح الحدود الفرنسية للقادمين من بريطانيا لأولئك الذين يسافرون لأسباب طارئة رشا، بشرط أن يكون. طب التجمعات الموجودة من المواطنين التي نشاهدها في الصورة ليث، هل يمكن أن تفسرها لنا؟ هل هي لانتظار دخول الشاحنات والخدمات، لانتظار عبور الأشخاص؟ إذا كانت لديك معلومات. نعم، يعني اللي بيصير رشا إذا بتسمحي لي، بالرغم بما أوصت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء الدول بتخفيف القيود والسماح باستئناف السفر لأغراض ضرورية مثل ما بنشوف بالصور الشاحنات، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحرية في وضع القواعد الخاصة بها على قيود التنقل عبر الحدود، يعني ويحق لكل لها أن تستمر في تطبيق سياساتها المتعلقة بهذا الأمر. ما ننسى أنه 24 ساعة أو أكثر قليلا تفصلنا عن عشاء الميلاد هنا في أوروبا، وأن معظم الأوروبيون يقضون هذا الوقت من العام في بيوتهم بين عائلاتهم، والذي يحدث بين بريطانيا والدول 27 قد يسبب اضطرابا وتمزق عائلي لأولئك الذين ينتقلون من بريطانيا لقضاء هذه الفترة بين ذويهم. يعني القلق من يريد أن يأتي أو يكون بين أفراد عائلته هنا في باريس على الأقل لفترة الميلاد التي ستكون طبعا العشاء مثل ما قلنا قبل قليل سيكون بعد أقل من ساعة، بعد أقل من 27 ساعة من الآن. نشاهد يعني إذا سمحتي لي، بما أنه زميلتنا شهد في الكويت أخذتنا جولة، بدنا ناخذكم بجولة بالشانزليزيه نبين كيف أن هذه الجادة أو أن باريس تعيش بعض القلق والحزن بسبب عدم توفر الأشياء التي تساعد على قضاء ميلاد بكل هدوء وسلاسة. فنشاهد مثلا هنا في جادة الشانزليزيه الحركة، يوجد حركة ولكن ليست كما اعتاد الفرنسيون أن يحتفلون، فهذا العيد الأول الذي يقام في فرنسا بأجواء كورونا، طبعا أعياد الميلاد أقصد، وقد يكون ذلك يؤثر ليس فقط اقتصاديا وصحيا بل نفسيا أحيانا على الذي يعني قرارات فرنسا بإعادة وتمديد الإغلاق مرة بعد الأخرى قد يؤدي ذلك إلى إحباط لدى الفرنسيين. تحدثت إلى بعض الأشخاص مساء أمس، أصدقاء فرنسيين هنا في العاصمة باريس، قالوا لي لا ندري كيف يمكن أن نقضي فترة الأعياد أو أعياد الميلاد على الأقل هنا في نهاية هذا العام بهذه الأجواء، إغلاق بعد إغلاق وكما قلت قبل قليل يعني إحباط، وقد يؤثر ذلك نفسيا على الفرنسيين في هذه الفترة من السنة. نعم، الزميل ليث بزاري مراسل عربية من باريس، شكرا لك ليث.